سيدي هبطي سيدي من بعد ولا سيدي انا باش ناخذ موعد تصوير المراه على عينه. معناتها جينا هوني واحد كل شيء قال لك مقرفين حتى نهار الخميس، واحد ما علموش. قال لك علمنا في التلفزه الوطنيه في 21 في نسمه ما علموش. وين واحد كل شيء الله اعلم ما علموش بكل. قال لك نهار الخميس قال. واحد يخسر معناتها فلوس وركوب وكل شيء. بعد الاضراب تتصلح وضعيته، يقربوا له الموعد نتاعو في نفس الجمعه ولا بعد منهار ولا بعد منهارين، هذه معناها عادي جدا. فهمني؟ معناها بعض الناس تتحمل. انما ما ثمش ثم ضياع مصلحه في اليوم ذاته، انما مش باش تضيع المصلحه، المصلحه باش يعوضوها له تعويضها من اليوم الغدو الغدويك ولا بعد غدو. ويا سيدي ونعتذروا له على اللي صار هذا، مع انه يعني مصالحه اليوم تعطلت. بالنسبه للمرضى اللي راخدين في السبيطار معناها امورهم واضحه وكيف ما امس كما اليوم كما يقولوا. اما بالنسبه للعيادات برك، العيادات الخارجيه برك كهو. بالنسبه للي بلوك زاد الحالات الاستعجاليه تخدم في اللي بلوك. عندنا فكره قداش باش تواصل الاغراض؟ والله عندنا فكره نهارين، اليوم وغدوه، اليوم وغدوه. اما بالنسبه لنا انتم ما شفتوا، نزيد ناكد معنا على المواطنين، هاي الصاله الهوني والتسجيل، حتى واحد ما اشكالكم وحتى واحد ما. بالنسبه لنا نخدموا عادي جدا كما امس كما اليوم، معنا ما عندناش حتى خلاف. ثم ثلاثه معناها النقاط الاساسيه، الاولى هي احترام التعهدات والاتفاقات، كما معناها الاتفاق نتاع الفصل 2 اللي صار له تو اكثر من 3 سنين، كما احترام زاد كيف التعهدات اللي عندنا فيها محاضر جلسات ممضات واللي فيها نصوص، والى حد الان اليوم الفريق نتاع رئاسه الحكومه تو مازال ما افرش عليه. والحاجه الثالثه واللي هي زاد كيف يعي يلزم يعيوا بها المواطنين، هو كونه اليوم اعوان الصحه هبوا معناها كالجسد الواحد من اجل الدفاع على المستشفى العمومي وعلى هالمرفق وعلى تردي الخدمه الصحيه. قاعدين مهمشين قطاع مهمش بصفه عامه، ما سلطه الاشراف هذه اللي جات، وجانا السيد هذا سعيد العايبي فرحنا قلنا هاو جانا جيستيونير من فرنسا من برا، اصبح معناها متهاون نفس السلطه السابقه. زيد الميساج جاي للسيد الوزير، قول له راك انت محطوط من الناس اللي مش يغادروا البلاد، مش كما تغادر الوزاره، مش تغادر البلاد جمله واحده، برا ارجع منين جيت، بارك الله فيك، عوان الصحه ما يتشرفوش بيك، وما همش اهل شرف نتاعك انت، وبربي خلصوا لهم الميساج، وما تقصوا لهم حتى شيء، راه ما ذوما نحن قعدنا نعيشوا في تعاسه، تعاسه كبيره ياسر، وقتاش ولينا نتكلموا؟ هنا لازم كنا في عهد ظلم، وزاد الظلم زاد عاود رجع عنا، رجعت العباده تطبق العاده، ورجعوا جايبين لنا الامن معناه يحصل فينا، ورجعنا كالعاده، شنو اللي صار؟ وقتاش مش يتعدل القانون الاساسي هذا يا عايش خويا من فضلك؟ راهو ثم اضراب اخر غدوه الحي، وبعد راهو مش يلتزموا للتصعيد، اذا لزم الى اضراب اداري مفتوح لمده 10 ايام. برا شوفهم المرضى هنا ملوحين، اشرف ملوحين، نحن قلوبنا عليهم، اعطيناهم صحتنا، اعطيناهم صحتنا، اعطيناها لهم المرضى، صحتنا اعطيناها لهم.